صندقتي كيف؟ لما تقول وزنة الحصان، وزنة الحصان كيف التمرين؟ كون التمرين وزن الحصان معناته خلاه يسوي الثلاث زيادة. جميل. اها. بما انه سوى الثلاث زيادة انا واكبته. ايوه. اه يعني انا وضعت نفسي في اوضاع تواكب الحركات هذه زي لما الحصان يحتر. او زي اختبار كسب الثقة. كل اللي صار انه سوى الشيء اللي يسويه هو واقف زيادة، الحين هو واقف متكي تقريبا، فضى شوي صعب شوي من غير. لكن لو كان محتر هي نفسها. بس زادت. فالتمارين تزيد الثلاث. جميلين. طرق ركوب الاخرى تسوي شيء نعمزتها بس بالنهايه هم حاشينه بوحده او ثنتين الى اخره. انا اذكر بعد التمارين هذه حاليا كثرت الحصه الاخيره التمارين اللي باختصار انا في اشياء طمرتها معهم كثير اللي باختصار ما يمكن تكون الحصه كلها على شيء ما راح يسوي معك. اي كلام لكن ما ابغى اهملها عشان مستقبلا بتسويها. اي ان شاء الله. والميزه انه موجود في مقاطع حاليا تستطيع ترجع لها لو بغيت. بس الفكره انك سوها بوقتها. مثلا زي التمرين الخارجي مو معقول حاليا في الوقت الحالي انه مثل هذه الحصان. إيه؟ الداخلي لحد ما جيد بس سوى بجدار. إيه؟ او سياره او شيء ثابت. الجدار تقريبا احسن شيء لانه ما يقدر يرفع راسه او كذا. نعم الداخلي والخارجي وانت راجع ورا هذا مستقبلا ما ان شاء الله. وقت على ذلك في المسار. الباب؟ خب الدوائر وضح. اي نعم. وخب الفلوكو ترجع لخب السقف. طلع ليش الملكات؟ إذا خبيت خبت الجمع. موريك في لك تجمع في زفافك أحسن. خب ما في ركاب. بس الوضعية هذه. ثبتك أحسن. أجمع. حشر. عليك حشر. عتبارك. فرق الثبات كيف؟ ما في اي اختلال توازن واضح مرئي يعني. لكن التوجيه اصعب. التوجيه اصعب صح؟ نعم. هو اصلا التوجيه هو اللي خلى توازن قبل شوي. اي اوكي. وانت لما غيرت الاتجاه دخلت توازن. صح صدق صح صح. طالما انك خلاص انت عارف وين رايح. اي نعم. سوى التمرين ذا وخليه يروح، بس اللي كنت متوجه لا، التمرين لسه اخر الشغل. اي نعم. بالغ في الجمعيه بالغ. كيف انت عمر الحصان؟ انت الخط تحت المسترجع. اي نعم مشتغل.